طبعا اثناء الازمه الماليه استحدثت عندنا احياء جديده باعتبار بعد توزيع قطع اراضي على الشرائح المشموله استحدثت، وعليه انه تراجعت باعتبار انه ماكو كانت موازنات. هسه كل الاحياء السكنيه اللي استحدثت حديثا كلها دخلت للخدمة للصرف الصحي. يعني هسه احنا عندنا 90% بعد انجاز هذه المشاريع انه احتمال نصل الى 99% او 100% في كل محافظة ميسان كصرف صحي. مثال على ذلك، يعني انا راح انطي امثله، هاي الامثله او النماذج على المشاريع الداخله هي مو كل المشاريع الداخله، لانه انا ذا اريد انه احكي 273 مشروع، هذا يحتاج وقت، لكن اضرب امثله. مثلا في المجاري تم ادراج مشروع الصرف الصحي في حي الرحمه اللي بالمحافظه، حي الرحمه الاولى والثاني، حي السلام اللي هو حي الموظفين، وتم ادراج الخط الناقل للمجمع السكني في البتيره لانه سابقا ما به خط ناقل، وكذلك انه مقاطعه 14 اللي هي رسميا عندنا يسمى حي المغرب تم ادراجه، وكذلك حي اللواء والحق الاول والثاني في المجر، حي الملعب في قضاء الميمونه، حي المذار في قلعه صالح، وحي الغدير في العدل، لكن انه كل الوحدات الاداريه اللي بها محتاجه صرف صحي ادرجه، لكن هذا مثال.